بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بندشن ائتلاف إعلاميين ضد الانقلاب، وده أول مؤتمر صحفي للائتلاف. أنا ماني كمال، إعلامية مصرية، لا أنتمي لأي تيار أو حزب. تركت عملي الحكومي كمذيعة في راديو مصر فور إذاعة بيان للانقلاب العسكري ضد الشرعية، وبشرف أني أكون عضوة في ائتلاف إعلاميين ضد الانقلاب. هذا الائتلاف يضم إعلاميين من مختلف الاتجاهات والتيارات، ليبراليين وإسلاميين وكل التوجهات السياسية. عايز أقول كلمة صغيرة قوي قلتها قبل كده على منصة رابعة العدوية. الملايين اللي في ميادين ومحافظات وشوارع مصر مش إخوان ومش تيارات إسلامية، هم شعب مصر، هم بالفعل شعب مصر، مش كلهم إخوان ومش كلهم تيارات إسلامية. إحنا كلنا بنطالب بعودة الشرعية وبعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي. الشعب كله بكل طوائفه نزل يطالب بعودة الشرعية، نزل يرفض الانقلاب العسكري السافر على الشرعية. الإعلام المصري الخاص والحكومي هو إعلام كاذب، وأنا قلت الكلام ده وبكرره مرة تانية. الإعلام المصري إعلام كاذب ومضلل، بيسيئوا للمعتصمين، بيقولوا مثلا في جهاد مناكفة، بيقولوا مثلا إن في جرب وجذام، بيقولوا إن المعتصمين بيقضوا حاجتهم مش في حمامات ولا مراحيض، بيقضوا حاجتهم في حدائق رابعة العدوية وفي الشوارع. وأنا كإحدى شهود العيان المعتصمات في الميدان بقول إن كل الكلام ده كذب وملوش أي أساس من الصحة، وبقول لهم عيب وكفاية قوي، شكلكم بقى وحش قوي، كذبكم بقى كذب سافر ويعني واتعريتوا قدام العالم كله. عيب لما القنوات العالمية كلها تغطي الأحداث بمصداقية وبنزاهة وبشفافية وانتوا تفضلوا تكذبوا بالمنظر ده. وبوجه رسالة لشعب مصر، الإعلاميين دول بياخدوا ملايين بل مليارات عشان يضللوكوا ويكذبوا عليكم. ما تبقوش زي البغبغانات ترددوا وراهم وخلاص. فين عقلكم؟ ليه ما بتفكروش؟ ما بتشوفوش الملايين اللي في الشوارع دول كلهم إخوان؟ كلهم جماعات إرهابية زي ما التلفزيون المصري وكل الفضائيات المصرية بتقول؟ شوفوا بعينيكم، انزلوا شوفوا، بصوا بالبلكونات وشوفوا المسيرات اللي ماشية في الشوارع،